الله بالخير لكل من يتابع قناة الشرقية وبتحديد برنامجنا أهل المدينة. يوم جديد ومشوار جديد وأكيد مواضيع جديدة وياي اليوم زينة. مرحبا زينة. مرحبا يا أزل. نهار سعيد وهادئ نتمنى لكل أهل المدينة بعيدا عن المشاكل وأي شيء يعكر جو أهل المدينة. يعني زينة قالت إن شاء الله ماكو شيء يعكر أجواء أهل المدينة. أنا خايف الخبر الأول يعكر أجواء المتقاعدين وكل من يشمل لهم هذا الموضوع. الخبر الأول من الدستور بعنوانين واثنيناتهم مهمة. خلينا نبدأ من الأهم اللي يشمل عدد أكبر من الناس. اليوم غياب التوافق البرلماني يقلل فرص التصويت على الموازنة. قصة الموازنة صارت يعني أطول من قصة عنتر. راح نخلص شهر الثاني والموازنة لحد الآن ما انقررت. يمتى تنقر الموازنة حتى تنحل كل الأمور؟ لأن هسه أي مسؤول تخابر تقول يا بعدنا المشكلة الفلاني يقول لك والله الموازنة ما موجودة. فهاي الشماعة يمتى ننتهي من عندها حتى الناس تباشر بعملها؟ فاليوم أنه مفروض أنه جلسة مجلس النواب اليوم راح تكون يكون بها التصويت على على الموازنة. لكن يعني يقول لك أنه هناك حطة احتمالية مسبقة أنه غياب التوافق البرلماني أنه ناس ما تجي فما يتم التصويت على الموازنة. هذا أول خبر راح يعكر صفه وأجواء أهل المدينة. الخبر الثاني يعني للأسف أنا يعني موضوع المتقاعدين كله جعد يعني يأزمني ويألمني وما أحب أقرأ، لكن إحنا مضطرين نقرأ لأنه أنا أعرف إنه المتقاعدين أكثر شريحة تتابع كل المواضيع اللي تخص أو أخبارهم اللي تخصهم. الخبر يقول منحة 100,000 دينار تشمل المتقاعدين الذين يقل راتبهم عن 400,000. إحنا قبل ما أقل من أسبوع قلنا إنه مجلس النواب أقر لكل المتقاعدين منحة لحد ما يتم إقرار قانون التقاعد. اليوم الجماعة مثل موضوع مال الطلاب، بداية كانت لكل الطلاب بعدين صار اللي دخلهم محدود بعدين لغوها الجماعة. اليوم موضوع المتقاعدين نفس الشيء، كانوا مرة للكل 100,000 هسه صارت لرواتبهم أقل من 400، وجاي يفكرون اليوم اللي راتبهم بين 400 إلى 500 ها ما أعرف يعني شو يسوونهم، يعطونهم أقل من 100 يلغونها. اليوم الفكرة أو الموضوع يعني يبتون بيه وينهون من الموضوع. فأنا جاي أقول بس لمجلس النواب ولمجلس الوزراء يا ريت قبل ما تبتون بأي خبر تردون تفرحون بشعبكم أو المتقاعدين أو أي شريحة، يا ريت تجيبون أبو المالية وتحشون وياه يابا نقدر نحكي هاي الحكاية قبل ما تحشون. لا تخلوا الناس تعيش في أحلام وردية، لأن المتقاعدين أنا أقول لكم أول وحدة جيران نسبتني معقولة صديق يمتى شلون سألتني 1000 سؤال وسؤال عن هذا الموضوع. فيا ريت إنه بعد يعني ترى خطي المتقاعدين هم كبار بالعمر ما يتحملون جلطة وضغط وسكر، يا ريت تفضون الموضوع اليوم أكو إلهم لو ما إلهم حتى واحد ينهي القضية ويرتاحون ويعيشون بسلام. نعم. والخبر الموجود عندي من زمان تثبيت موظفي مفوضية الانتخابات على الملاك، يعني موظفي راح يكون على الملاك. أعلنت مفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن تثبيت موظفيها بمن فيهم موظفو مراكز التسجيل على الملاك الدائم. وذكر بيان المفوضية أن رئيس الإدارة الانتخابية قرر أنه بعد هذا الاجتماع أنه أعلن خلال الاجتماع عن تثبيت الموظفين مع الأوامر الإدارية في التي صدرت بهذا الشأن وتم توزيعهم حسب الدوائر. وأضاف أن الموظفين راح يبذلون المزيد من الجهود من خلال هذا الخبر انه هاي الموظفين راح يكون على الملاك. نتمنى انه الخبر يكون فعلا بمصداقيه مو مثل باقي الاخبار. اليوم خبر يكون صح باكر يعني خاصه هذا الخبر. انه هذا الموضوع كلش مهم، انتخابات جايه فنحتاج انه تثبيتهم حتى يؤدون عملهم بشكل صحيح. نعم هذا تشجيع لهم انه حتى يبذلون جهود مضاعفه. اذا راح نروح احنا وياكم حتى نتعرف على احوال الطقس.
نبدأ أولى مشوارنا مع الحلة وفقرة قصة نجاح. صارنا فترة ما ماخذين قصة نجاح، لذلك رجعنا لكم اليوم بقصتين نجاح مو قصة واحدة. الأولى تتعلق بأبو كرار اللي هو شخص ضرير لكن يعمل في النجارة. قصة النجاح الأخرى اللي هي مساندة إلها اللي هي زوجته الرائعة أم كرار اللي تساند ووقفت وياه يعني رغم الظروف الصعبة اللي يمر بها زوجها، ومهنة النجارة صعبة جدا. نروح نتعرف على قصتهم والحياة اللي عايشينها أبو كرار وأم كرار في بيتهم ومع النجارة. حياكم الله مشاهدي قناة الشرقية في كل مكان ومشاهدي برنامج أهل المدينة وين ما كنتم. مشاهدينا الأحبة، كاميرا برنامجنا اليوم في القرية العصرية في ناحية الإسكندرية اللي تابعة لقضاء المسيب واللي تبعد تقريبا 70 كيلومتر عن مركز مدينة الحلة. مشاهدينا الأحبة، احنا اليوم في احد المنازل اللي هي للأخ حيدر طه اللي هو شخص مكفوف يعمل بالنجارة. عمله بالنجارة راح يستغرب الكثير من عندكم انه شلون يعمل بالنجارة وهو شخص كفيف يعني ما يشوف. تساعده بهاي المسألة زوجته أم كرار، هو يوجهها يقوم بتوجيهها وهي تشتغل. رجل يتحدى العمى ويتحدى كل الصعاب اللي هم هسه راح نفتر بمنزلهم ويشوفون الحياة اللي عايشيها ويا امرأة عظيمة جدا وتستحق الاحترام هي زوجته، واللي هي تساعده في مهنة صعبة قد تختصر على الرجال فعلا، وهي تختصر على الرجال فعلا. يعني ما أعتقد قبل أنه تشتغل بها امرأة اللي هي مهنة النجارة. احنا وياكم راح نتوجه ونعرفكم على تفاصيل عن هذا الموضوع. أنا بضيافتكم حابين أنه نتعرف على قصتك وقصة كيف أنه أنت تتحدى الوضع اللي أنت به ورغم الصعاب ورغم وضع المنزل. يعني خلي الكاميرا تشوف إذا ممكن منزل الأخ حيدر طه. أنت تعمل بالنجارة من شو وقت؟ نعم صار لي فترة يعني مقارب 4 سنين هيك 5. نعم. هوايتي هاي يعني. نعم. أي. ورغم هذا اللي ظرف اللي انا بيه الحمد لله يعني جاي اشتغل بهاي الشغله. اي اللي تساعدك هي أم كرار؟ نعم اللي تساعدني هي زوجتي على الفيتي على قياسات بالتشريح. نعم. الصبغ هي تصبغ يعني شغلات هي قايمه بها بس مجرد انطيها الفكره. يعني هي نجاره؟ نعم نعم تشتغل. نعم. تصبغ تفصال وي على الماطور اورنيش تلميع اقفاله يدات كلها هي تشغلها. ايش قد صار لكم متزوجين؟ صار لنا من 99. نعم صار مقارب 13 سنة. تشوفها ما تشوفها مهنة انه هي شوية صعبة على زوجتك؟ والله هي صعبة بس هي ظروف الحياة اللي جاي تخلينا نشتغل هذا الشغل. والله هي صعبة يعني على مرة تشتغل وتقف على مطار. نعم. وهذا المطار يعني شغلة مو بسهولة. أكيد. يعني اللي أعرف انه على المطار اللي يعني يتم به عملية تقطيع الخشب هو عندما مثلا ينقطع به الخشب هو قوي يعني حتى على الرجل انه ما يسيطر عليه. فيعني يا سبحان الله يعني هالقابليه انه هي كيف تسيطر على هاي العمليه. والله الحمد لله والشكر يعني هي هم فضل من الله هذا اللي على هاي حالتنا هي جايه تتعب وتشتغل وياه والحمد لله والشكر. طبعا انا احييك ويعني من اقول انه انت امراه تستحقين كل الاحترام والتقدير وكل الكلمات حقيقة يعني تخوني الكلمات انه يعني اللي اقدر اقولها. فاني حييتك على وفائك اولا لزوجك وعلى
يعني رغم الوضع اللي انتم بيه انتم صابرين ودا تشتغلون ودا تساعدين زوجك بهذا المجال، اريد تحكي لي شغلك شلون تشتغلين نجاره؟ والله هاي قدامك، يعني هو ينطيني قياسات وانا اشتغلهن. نعم. يعني قياس على الفيتة تصليح يعني شيء، فهو يعلمني وانا اشتغل. تشتغلون غرف نوم يعني؟ اي اشتغلنا غرف نوم وبوفيات دوشمت قنفات يعني هي تفصل القماش تنطيني افصل اخيطهن وهو يدقهين. نعم. هسه قبل قليل يعني الكاميرا كانت تصوركم انه انت تشتغلون هذا المجار مالت الكوميدي، فهو يوجهك يقول لك هيك البسمار هذا هنا انا خليه، وهذا يعني هذا انت تتعلمين من عنده اكيد. اي هو يعني يعطيني شغلات يقول لي مثل دقي هنا البسمار هاي انا ادقهن. نعم والله. ايش قد صار لك انت تشتغلين يعني وياه؟ هو يعني تقريبا 5 سنين هيك يعني تحولنا بهذا البيت، فهو اشتغل نجاره وانا بديت وياه. هذا الباب اللي قدامكم. نعم. هذا يعني احنا حسب طلب يعني يطلبونه من عندنا ما نشتغله. نعم. هذا سعره 175. نعم. نقط نسوي يعني انت ملمه جدا بالباب، لو مثلا تشتغلي بتوجيهات من ابو كرار؟ لا توجيهات من عنده. نعم. يلا نشتغله، واحنا مو يعني مو حسب مو دائما علي يعني يطلبون من عندنا. يعني مو دائما شغلكم عليه؟ لا لا البوب يعني نادرا لما تشتغلون. لا حسب الطلب. نعم. نشتغل الباب. نعم. هذا اللي قدامكم. نعم. يعني شرح الخشب مالته ودقيناه. نعم. وصبغناه. نعم. بقى بس تلميع، هسه راح ألمع لكم. راح تلمعين قدامنا ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. يعني عادة انت مثلا بالقياسات بالامور اللي تعصي عليك دائما ابو كرار وياك بكل خطوه؟ اي دائما وياي، يعني هو ينطيني قياسات واني. نعم. يعني بالتشريح او يعني بدق البسمار وهاي هو دائما وياي. يعني هسه سمعته قبل قليل مثلا يقول لك هذا البسمار بفلان مكان، هذا إيه بالجهه اللي إيه هو يعني يوجهني واني ادقه. ابو كرار انا يعني اريد اسالك مثلا، اكيد يعني مو ام كرار هي اللي تشتغل العفو تشتري مثلا الخشب هذن الشغلات الامور اللي انه انتم ممكن تدرون بها يعني تكملون شغلكم، انت تطلع تشتريها؟ والله انا بالنسبه لي ما اقدر اطلع بواحد لان بسبب نظري، فيا اما اهلي يا اخوي. نعم. ولد هنا من يعني منطقتنا جيراننا واخوتي يطلعون من اريد الحاجه هم يطلعون وياي. نعم. يا اما اكتب ورقه بالمطلوبات. نعم. صبوي اقفاله هاي الشغلات اكتبها بورقه جردها وهم يجيبوا لي اياها. نعم. يعني اكو من يساعدك. نعم. بهاي المساله. نعم. اهلي موجودين وجيران هنا واخوتي همات موجودين. يعني ما تطلع ام كرار هي اللي تشتري هذا الامر؟ لا هذا الشيء لا. نعم هي شغلها بس بالبيت جمله مال خشب اكيد. نعم. نعم بس هي سباعيه يعني انا يعني اشوفها انه دا تعاونك ودا تشتغل وياك يعني رجل. الحمد لله كانه رجل. الحمد لله. أم كرار أكيد تستحق كل التقدير والاحترام، هاي المرأة المثابرة العراقية حالها حال كل النساء العراقيات الصبورات اللي يقدمون لأبنائهم وعوائلهم الكثير والكثير. أم كرار تعمل بمهنة النجارة، يعني تساند رجلها بهاي المهنة الصعبة اللي راد لها جهد مضاعف، وأبو كرار اللي يتحدى مرضه وضرره ويحاول إنه يقدم فد شيء لبيته وحتى تكون ديمومة الحياة تستمر ما يوقف عند نقطة معينة حتى يعيش حال أي عائلة العراقية. أكيد الحلو بموضوع بيت أبو كرار أنه يعني إحنا قايين أنه أم كرار هي اليد اليمنى لأبو كرار، لكن أكو عنده اليد اليسرى هم أهله وأصدقائه اللي أيضا يساعدونه، هم ضربوا مثال للتكافل الاجتماعي والتعاون، وأنه الإنسان يعني أنه التعاون هو أهم فقرة بالنجاح. فتحية أيضا لأبو كرار
اللي هو اكيد بتصميمه بمقدرته بثباته استطاع انه يخلي الناس تحترمه وتتواصل وياه، اللي هي ام كرار ايضا تحيه لها يعني كبيره على وقفتها، اللي هي ضربت مثال رائع للمراه العراقيه الحقيقيه المثابره والصابره. وتحيه لكل اصدقائه واهله واقاربه واخوانه اللي ايضا مساندينه وواقفين وياه ويوفرون الى كل المستلزمات. تحيه من اهل المدينه لابو كرار وام كرار ولكل عائله بيت ابو كرار. إذن هسه حنروح للموصل، مجموعة من شباب الفيسبوك عندهم مواهب الشعر والموسيقى، قاموا مهرجان لمواهب الموسيقى والشعر. خلنا نروح للموصل. حمزة، أنت أحد المنظمين لهذا المهرجان، ممكن تتحدث لنا عن هذا المهرجان وكيف كان تنظيم هذا المهرجان وما هي الفعاليات التي أقيمت وعرضها المشاركون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن مجموعة من الشباب والشابات اجتمعنا على شبكة الانترنت وتعارفنا، بعدين صار يعني عندنا اجتماعات على أرض الواقع وخططنا لإنشاء أحداث ومعارض. أول معرض لنا المعرض الفني الأول، يعني كل أنواع الفن من نحت ورسم رقمي اللي هو أول مرة ينزل على الساحة بالعراق، ونحت وفنون تطبيقية. الحمد لله لاقى النجاح على أنه دعمنا، هو دعم ذاتي بين التكافل بين كل المواهب الموجودين. بعدين هاليوم الحمد لله الله وفقنا من هذا الحدث الأمسية الموسيقية والشعرية. نعم. طيب هل هناك رسالة من خلال هذا المهرجان تحبون أنه توصلوها للمعنيين أو للجهات المسؤولة على الفن في محافظتنا أو حتى في عموم العراق؟ أكيد أحب أوجه رسالة أولا للشباب، لكل الشباب نينوى اللي عنده موهبة لا يخاف، خليه يجي يشترك معنا مواهب من نينوى حتى يكون بناتنا آصرة حتى نعمل مستقبل المهرجان أو حدث أو وسيط. بالنسبه للسياسيين او الكلام، انا بصراحه يعني قولها بالمصلاوي، انا غيسل ايدي منهم كلتهم، فما اوجه لهم اي نداء. عمر، تحدث لنا عن كيفية إقامة هذا المهرجان ويعني آلية الدعم وأيضا ما هي العروض التي قدمت من خلال هذا المهرجان؟ بالبدء نحن مجموعة من الشباب التقينا على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، جمعنا حلم واحد وهو أنه مواهب موجودة في داخل كل فرد وشاب يحاول أن يوصلها، ولكن لحد الآن ما وصلت له الفرصة ولا وصلت له الدعم حتى يقدم هالمكنون الداخلي. فبعد أن اجتماعات صارت على أرض الواقع وبعد عدة تحضيرات يعني بصراحة طرقنا كثير أبواب دعم ما حصلنا أي دعم، فارتئينا أنه إذا رح نبقى هالشكل ما رح نحصل أي دعم، فندعم نفسنا ذاتيا، إذا ما حد ما رح يدعمنا نحن ندعم نفسنا. فالحمد لله انطلقت الفكرة وجمعنا الدعم وارتئينا أقمنا المهرجان المواهب نينوى الأول اللي كان معرض تشكيلي وفنون تطبيقية أيضا شمل، واليوم الحمد لله أمسية أطلقناها يعني احتوت على الموسيقى والغناء الشرقي والغربي، واحتوت أيضا على شعر مصاحبة وشعر سولو إلقاء شعر حر. الحمد لله يعني يمكن الحضور هو أكبر دعم، وحضور الإعلامي همينا غطانا الحمد لله، هذا ينطينا دافع حتى نستمر وإن شاء الله القادم أحسن بإذن الله.
الدراسية الموسيقية والشعرية بعد سنوات طويلة مرت على مدينة الموصل بدون أي نشاط موسيقي حقيقي. وبتوفيق من الله تعالى رأينا أن الأجزاء كانت إيجابية من خلال اطلاعنا على آراء الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت. الأمسية كانت عبارة عن محورين: الموسيقى، الشعر، ضم الشعر الفصيح والشعر الشعبي. المحور الثاني هو الموسيقى، ضمت أنواع مختلفة من الموسيقى بما فيها الموسيقى الكلاسيكية والأغاني الفلكلور العراقي والأغاني الغربية. افتتحت أنا بالعزف بعزف النشيد الوطني العراقي على آلة الجيتار. وعلى الرغم من أن الدعم كان ذاتي لأن هذه الأمسية هي الانطلاقة لأمسيات ومهرجانات ونشاطات موسيقية أكثر إن شاء الله. آهن على الخجل تتوارى عن قلب الكسير، آهن على أملي تتوارى عن طبع الفقير، آهن على وجعي أنادي أكوام النجوم قد مات حبي الكبير. طرقت الباب وقلبي قاب ثغري، ولا الأقدام تحملني، أشواقي أنادي تغلغلي تشربي تعلقي بأحشائي. محمد، كيف كانت مشاركتك بهاي الأمسية الغنائية والشعرية بنفس الوقت، وكيف تصف لنا هذه المشاركة وأيضا آلية إقامة هذه الأمسية؟ بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم تم إقامة أمسية موسيقية شعرية من قبل مواهب نينوى، مجموعة من الشباب المستقل المثقف، كجزء من ثورة على الواقع المرير اللي يمر به البلد وتحدي للظروف الراهنة والأوضاع السيئة، لإيصال فكرة معينة أنه العراق يمرض ولا يموت. رغم الأوضاع، رغم جميع الأمور السلبية التي يمر بها البلد، لكن يحتوي مثقفين وشباب واعي مثقف باستطاعته التطور والنهضة نحو الثقافة. لكن نطالب كشعراء وكمواطنين من وزارة الثقافة ومن المسؤولين كحكومة بدعم أكبر للثقافة لكي يحصل الشباب على فرصتهم. كثير من الشباب لديهم مكنونات شعرية جميلة وموسيقية حسية كبيرة جدا، ولكن لم يحصلوا على فرصتهم. نتمنى دعم أكبر للمثقفين لإتاحة فرصة لعدد أكبر من الشباب. في البداية دائما نقول اللي يعرف يستغل الأشياء اللي هي مهمة تحية لهم. يعني مثلا موضوع الفيسبوك، أكو شباب عرفوا يستغلونه بشكل صحيح، وبالتالي قدروا ينظمون نفسهم ويعني يطلعون مواهبهم للناس. فتحية للفيسبوك ولشباب الفيسبوك اللي يستغلونه بشكل صحيح. أكو عبارتين مهمة انحكت في هذا الاستطلاع، عبارة قالها يعني أحد الشعراء المشاركين في المهرجان، قال العراق يمرض ولا يموت. كلمة كلش مؤثرة، أنه فعلا يمرض ولا يموت. إحنا نريد العراق يتعافى من كل أمراضه، لأنه مو بمرض واحد، كثير من الأمراض، يتعافى ويرجع مثل قبل وأحسن. هاي يعني واحدة من الأشياء. أحد المنظمين قال أيضا عبارة كلش مؤثرة، قال أنا ما أوجه نداء لأي شخص لأن أنا غاسل إيدي. يعني ترى كلمة مؤثرة، هي فعلا كانت حافز يمكن للشباب أنه يسوون من جهدهم الذاتي مهرجان بسيط لكن هو رائع بكل ما قدموه. لكن احنا ايضا الاعلام عنده هدف ورساله، انه احنا من خلال برنامجنا نوجه نداء لدعم الشباب، شباب حلوين رغم الظروف الصعبه لكن قادرين انه هم يبتعدوا عن كل شيء سلبي. نحاول ننقل هاي المواهب، يعني نطلعها لبرا، نشوف العالم. احنا عندنا الشعر، عندنا الموسيقى، عندنا غناء، عندنا كل شيء. يعني ليش احنا دائما المواهب ما نحاول نسقلها، ما نحاول نطلعها للعالم؟ العالم كله اذا واحد عنده موهبه تشوفين الدنيا تنقلب. اذا قدم اغنيه، اذا موهبه. العراق ما شاء الله عنده كثير من المواهب، وشبابنا ما شاء الله عليهم، عافيه عليهم انه عرفوا شلون يستغلون هاي الموهبه بالشكل الصحيح. صحيح، فتحيه لهم لشبابنا، ونتمنى إن
انه دائما يكون هذا هدفهم الشباب، انه دائما ينظمون نفسهم ذاتيا، يعتمدون على نفسهم، يعني هذا اكبر تجربه انهم يقدرون يسيطرون على وضعهم وعلى فعالياتهم ويقدمون الشيء الجميل لوطنهم، وان شاء الله بالتوفيق للجميع. نروح الى كربلاء. في كربلاء احد الشوارع وصفوها يعني الاهالي اللي ساكنين في هذه المنطقه وفي هذا الشارع بان هذا الشارع هو احدى العجائب او عجائب الدنيا السبعه. نروح نشوف هم ليش قالوا عن هذا الشارع احدى الاعجوبات ونرجع. احنا في منطقة سيف سعد، وهناك مشروع متلك في مدينة كربلاء. اهل الحي هنا سموا هذا المشروع انه من عجائب الدنيا السبعة. خل نسأل احد المواطنين من سكنة هذه المدينة نشوف صحيح هو من عجائب الدنيا السبعة. والله هو صحيح تقريبا، لان هذا صار له شارع يمكن تقريبا 4 سنوات. نعم، يعني يجون يحفرون ويرحون، يعني احسب هذا الشارع ذاك اليوم احنا طميناه. نعم، يجوا حفروا ويعافوا. يعني شغله مو مال اليوم البارحه، شغله قديمه هاي. نعم. أي. يعني شنو، يعني شنو السبب؟ قالوا ابو المشروع. نعم. سوى التبليط وطلع التبليط وقالوا راح يجي مقاول ثاني. نعم. وهم نفس الحاله، شوف هسه كملوا ذاك السائد قالوا هذا الشارع لازم نعليه. نعم. هذا الشارع هسه ما يعني قالوا نساويهن. ماكو يعني ماكو اي نتيجه. بس بالنسبه لهذا الشارع، هذا الشارع عدل ترى هسه. نعم. يعني هذا الشارع نظيف. انت تروح دي الصفحه وشوف الشوارع مالته. نعم. يعني لو تروح من هناك يعني تغسلين تقول عمو بالعراق. ايش قد صار له هذا المشروع؟ يعني صار له 4 سنوات. 4 سنوات ما منفذ، يعني اذا مو اكثر من 4 سنوات. نعم. يعني يجي المقاول، يجي المقاول، يجي حفر له فتره، يعني حفر شويه راح جاب وين المقاول، قال هذا المقاول باق وشرد. نعم. يعني هذا اللي قاعد نفتهم من عنده، يجي المهندسين اماتين يفترون ما يسوي شيء. طيب بس احنا يعني هسه اكو امطار راح تاثر على الحي؟ والله ما ينطب بعد هذا، غير لو المطره شويه صارت اكثر بعد هذا الحي ما ينطب. يعني لا سيارة طبية ولا غيرها. ما ترى راحت غير، يعني فضنا والله هذا منك الا تمشي بذاك السايد. يلا والله هذا اخوي صار له تقريبا 4 سنوات على هالحال هاي. نعم. 4 سنوات حفروا اول مرة، قالوا مقاول اول مرة ما ادري ايش اسمه، حفروا وكملوا المجاري مالته ونعاف. نعم. اخذوا لهم يمكن 6 شهور ما ادري ايش قد عافوا، رجعوا حفروا وقصوا مرت اللوخ على اساس لزموا المقاول وذبوه بالسجن وقالوا طلع حرام وما ادري شلون من هالسوالف هاي. المهم كملت هذا قصوا، قالوا يا ابو خير ان شاء الله ولزمناه وراح نسوي لكم التبليط مالت الشارع. اخذوا المهم تقريبا 6 شهور هيش قصوا وحفروا، وجا المهندس مالتهم من الحله كانوا لازمين الشغل، قصوا وكملوا هذا وهم راحوا وبقت هاي العالم. انت الوضعيه تشوف هسه يجوز هذا تبلط هسه. نعم. الشارع قبل فتره قبل لا يتبلط ما حد يقدر، ارزاقنا انقطعت. نعم. شوف انت هاي الوضعيه، ما حد يقدر لا واحد حتى يصعد، هم ما حد يجي، كل هنا ما حد يجي. نعم. هم نفس الوضع هذا، قصوا الشارع وورا 6 شهور ورجعوا هم نفس الحاله، هم قصوا شويه وراحوا، اخذنا يمكن بال6 شهور هم مرت اللوخ نفس الشيء. نعم. نفس الحالة، هم المقاول الثاني اجى المقاول الثاني نقاص، واجى المحافظ واشتكوا هنا من المحافظ. نعم. قالهم المحافظ بكم خير وتدللون من حلوة تعليقات هنا قطاع، وقالوا صايرة تظاهرات. اي اكو تظاهرات قبل فترة، هاي اخير مرة، هاي اللي هسه بعد ما جيتك للاخير. نعم. اخير مرة. نعم. اخير فترة اجتمعوا الحي هنا، هذا الجامع يمكن شايفة جامع كربلاء اللي هنا. نعم. اجتمعوا به الظاهرة المنطقة يعني اللي هنا، اجى المحافظ يابها خير ان شاء الله لزمنا المقاول، هذا اخير واحد اللي توصلنا له المقاول، اشتغلوا بهذا تشوف هذا الشارع، اشتغلوا وقصوا وكملوا ورا معاناة، يعني ورا 4 سنوات تبلط ذاك الصوب. بقى سايد واحد بقى هذا. نعم. هذا على اساس هو المدة اللي قالوا عليها يمكن على ما اعتقد 2 شهر انقص هذا ورتبوا بالهذا سبويس وما ادري شنو انعاف اسل على هالوضعية هذا. يعني هو شارع على ما أظن، يعني مو عمارة ولا مدينة ولا محافظة ولا منطقة كبيرة، هو شارع. يعني شارع صار لها المدة كلها وهاي الكوارث كلها بي.
يعني ايش عبالك شاركت يعني احنا 4 سنوات يمكن ما عندنا فط احنا ولا عندنا ثروات كل شيء ما عندنا فقره احنا ناس يعني مجرد ننطي جزر القمر ما ادري كم مليار وننطي موريتانيا ونوزع خيراتنا على الناس واحنا باقين يعني على شارع صار 4 سنوات معتبرين الناس عجوبه يعني انا اعتقد عيب يعني هسه حتى لو واحد يشوفها يقول شنو هي شنو وحده من العجائب خلينا نشوف والله شارع صار له 4 سنوات ما مبلط وين في كربلاء اللي هي اسمها كربلاء المقدسه اللي يزورها ملايين الناس سنويا منطقه سياحيه طيب منطقه من كل العالم كل الاسلام دا يجون هاي المنطقه دا يزوروها كيف انه هذا الشارع دا تعوف يعني الناس البرة والغربه شو يقولون على هاي المنطقه مقدسه زين عفنا من البرة احنا اللي احنا بداخل البلد احنا تعودنا بلد انا هاي الكلمه اللي دائما تستفزني اي تعودنا العراق كله متعود على ليش نتعود احنا على فد شيء خطا احنا نشوف الخطا ونعرفه خطا ونعرفه انه هذا لا يجوز المفروض نغير واقعنا والناس جاي تحكي تقول لك يابا احنا رزقنا ووضعنا وطلعتنا وجيتنا كل الامور صارت خطا بسبب هذا الشارع لا انتم كاملين يعني انا بدي اشوف بس المقاولين الموجودين في العراق صارت يعني الوظيفة يعني بس واحد يقول مقاول مباشرة نحن يعني نعرف إنه الموضوع مرتبط بالفساد والحرامية يعني حتى هاي الوظيفة تشوهت سمعتها يا ريت إنه تكون هناك مراقبة من مجلس محافظة كربلاء لأنه المنطقة يعني يجوا لها هواي ناس فعدها ماديا تقدر إنه تتكفل بحدي كربلاء إنه تساعد إنه تعمر مدينتها لحالها يعني نجف وكربلاء لها وضعها الخاص منطقة سياحية المفروض إن هي تعتمد على تمويلها الذاتي فيا ريت إنه الحكومة المركزية فلوس السياحة ما تأخذها إلها إذا جاي تأخذها ما أعرف أنا شلون بيناتهم التنسيق هي تكتفي ذاتيا وتعمر المنطقة بحيث الناس من تروح إلى كربلاء تقول يعني فعلا احنا عايشين في منطقة مقدسة ترى الناس تتحسر على قطعة متر مربع بها فتشي بها سياحة شوف مصر هسه حاليا خايفين على سياحتهم انه لان وضعهم مخربط شايلين الدنيا وقاعدين لبنان المعتمدة على السياحة ما مخلية شبر ما معمرة به فيا ريت انه احنا المناطق السياحية الموجودة في كربلاء والنجف لها اهتمام خاص يعني ما معقولة شارع صار له 4 سنوات لا تكونون شارع جديد هذا شارع يعني لا تكونون شارع جديد او تكونون لكم مكان سياحي او اعمار يعني بين فتره وفتره اسوي صيانه للشارع المتضرر للمكان المتضرر للرصيف المتضرر بالتالي انه اعمر هاي المنطقه لان هاي واجهه واحاسب انت اعطيتها المقاول ورحت طبعا يعني المال السايب عليه انت قلتي على المقاول المقاول المصيبه انه يا اهل تشوفي يقول لك انا مقاول اكثر فأنا. الناس اللي تشوفيها وين ما ترحين يا بنت قاعده تشتغل مقاول يعني صارت هي هاي صح. المهنه لكل الناس صح صح على العموم هذا الموضوع كل شيء يلمنا لان موضوع الخدمات يعني المفروض احنا يعني شهرين نخلص من 2013 المفروض احنا منتهين من هذا الملف من ذاك العام يعني او من قبل كم سنه صار 9 سنوات واكثر احنا نحكي بهذا الموضوع فيا ريت انه ينتهي يعني شوي خلينا نحس على نفسنا شوي نتعب على بلدنا حتى نبدا نعمره حتى تنتهي كل مشاكلنا طيب احنا نذكر بطرق التواصل نبدي وياك زينه كنا عن الفيسبوك على الفيسبوك اول شيء خلينا نشوف صفحتنا على الفيسبوك هي صفحة أهل المدينة هاي الوحيدة اللي من خلالها تقدرون تتواصلون ميانا اللي عنده مشاركة اللي عنده موهبة اللي عنده معاناة اللي شارع صار له 4 سنوات ما مبلط أو أي أمور عنده يقدر يشارك ويانا صفحة أهل المدينة أيضا على تويتر وصفحة أهل المدينة وعنوان موجود عنوان صفحة أهل المدينة على تويتر موجود على صفحة الفيسبوك اللي شاركنا راح يعرف عنواننا وأيضا موجود أمامكم على الشاشة إنه عنواننا موجود هذا لأهل المدينة على تويتر نذكركم بصفحة الشرقية قناتنا الرسمية والوحيد على الفيسبوك وتشوفون حتى بالسبتايتل اللي يعني تشوفون أمامكم الصفحة السبتايتل اللي يظهر على قناة الشرقية شرقية وشرقية نيوز وشرقية دراما جاي تحذر من الصفحات الأخرى وعنواننا موجود الوحيد لصفحتنا موجودة على الفيسبوك ما عندنا غير صفحة طبعا كل شيء يعني طبعا شرقية وشرقية نيوز وشرقية دراما كل واحدة لها صفحتها الخاصة بها وأهل المدينة عندها أيضا صفحتها الخاصة بها فأي صفحات أخرى تحمل نفس الاسم ما إن أي علاقة بها هذا كل ما عندنا اليوم في أهل المدينة نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام في أمان الله انتظرونا باكر بنفس الموعد إلى اللقاء